أستاذة مريم، ألو، إزيك؟ إزاي حضرتك؟ أنا الحمد لله تمام ومبسوط، وقلت لك مشاعري وإحساسي كمشاهد مش كمذيع. ميرسي جدا، ميرسي جدا جدا جدا. وبعدين في واحد بيحبك ومغرم بيكي قوي هنا، جان السينما المصرية الجديد. إزيك يا يونس؟ إزيك يا مريم؟ وحشتني قوي. إنتي أكتر. عامل إيه؟ كويس. إنت شاطر؟ آه. مركز؟ اه. انت عارفه ان انا شايفك؟ انت شايفني بجد؟ لا يعني شايفك في الصوره في اخر المسلسل. انهي صوره بقى؟ صوره انتوا متصورينها مع بعض وانت شايلاه. يا حبيبي ده اخر يوم، فاكر؟ اه. كنت تعبان قوي. اه كنت بردان. إيه لما انا كنت رافعه ايديا وانت رافعه ايديكي وانت بصاني وانا باصص. ايوه انا فاكره. كان اخر يوم. انتوا أيوة طول طبعا. الوقت الحوار بينكم كده يا استاذه مريم؟ اه دايما كده، واصحاب يعني اساله لو مركز. طبعا ده حبيبي، مش احنا اصحاب يا يونس؟ انا دايما آه. بقول له يونس عشان يفضل في الشخصيه. اه صح. ازاي سليم بقى يونس؟ هو سليم بقى يونس فعلا، ويونس بقى سليم، وانا بقيت اتلخبط بينهم. اه بس صعب قوي، صعب قوي على طفل انه ايه يعني انك تقنعيه انه يمثل بالجمال ده. وشايف الصوره، صوره كمان، صوره كمان. اه صوره كمان. اه لما انا كنت حاطط البتاع على عينيا يوم الحدوته. اه لما كنت متعور. اه رحت اسمع حدوته. صح. انا باصص قدام حاجه، يعني حاجه زي بروفا، زي بروفا. مشهد كنت بتعملي معاه ترتيب يعني وتحضير لكل مشهد؟ طبعا كان معانا الاستاذه ريم حجاب، دي من اكتر الناس اللي تعبت مع يونس لانها كانت بتذاكر له من قبل. يعني سليم قعد يذاكر تقريبا شهر قبل التصوير. اه هي اللي بتذاكر لي. اه بس ساعات مش بتبقى موجوده. أيوة. مريم هي اللي بتذاكر لي وقت المشهد. اليوم ده كانت موجوده، يوم العياط. اه فاكر يوم العياط؟ يوم الزحليقه. اه انت بتتفرج دلوقتي على يوم الزحليقه، ده كان من اصعب المشاهد اللي هو الحقيقه اشتغل فيها حبيبي. ايوه تعبناه عشان يعيط، بس شفت طلعت حلو ازاي؟ طلعت حلو قوي بتقول لك. طلعت حلو يا يونس؟ اه انا عارف. انت عارف؟ هو عارف. اه هو ذاكر، فذاكر بالذات اخر حلقه. لا مش بالذات اخر حلقه. هيلخبط. الحلقه دي حاجه اكيد لما تنزل هتبقى حلوه قوي. بس ما اوعى تحكي حاجه. ما حكاش الراجل. مش عايز احكي. مش عايز يحكي. انت ناسي اصلا. اه مش عايز يحكي. لا هو اشتغل كتير قوي الصراحه، وتعب جدا، وكفايه اوقات التصوير كان بيفضل قاعد بالساعات. ايوه ومركز وعارف الشخصيه حقيقي، وساعات كان يسال هو ده يونس ولا سليم. صورة الأهرامات. صورة الأهرامات بيقول لك احنا بنعرض صوركم مع بعض، فهو أهرامات. بيتكلم عن الصور. دي الصورة اللي أنا صورتها بموبايلي معاكي يوم الأهرامات. أيوه صح. أنتِ بتحبي الشغل مع الأطفال قلتيلي.